الاسفلت اللي هتشوفوها، الاسفلت ده من اهم واخطر بوابات الفساد في مصر. دايما دايما في كل اللي بيشتغل في الاداره المحليه يقول لك انه حتى الجهاز المركزي للمحاسبات، حتى الرقابه الاداريه هتلاقوا في قضايا كتير بتكشفها متعلقه بفساد الاسفلت. اسفلت يعني ايه؟ تخصص مبالغ عشان سفلته الشوارع والطرق، وبعدين السفلته دي بعد اسبوعين ثلاثه بتلاقيها بايظه. عندنا مشهدين، شوفوا ازاي وهم بيعملوا السفلته، واحنا هنجيب النائب من البحيره اللي اثار هذه القضيه، بيعملوا المشهد على التراب، نشوفه اولا كده. اهو ادي سفلته على التراب بالظبط زي اللي بيزرع في البحر. يعني دي ما يعني فلوس ضايعه واموال مهدرة، لأنه ده له قواعد طبقات معينة في البداية، وعشان كده نتيجة المشهد ده هنشوف المشهد التاني. يعني كل دي فلوس ضايعة وأموال مهدرة. ده المشهد التاني اهو، إنه كان نتيجة لكده إيه؟ إنه آدى الإسفلت اهو. إنك تستطيع إنك ترفعه بهذا الشكل. كل دي يا جماعة أموال شعب وأموال دولة ضائعة ومهدرة في بوابة من أخطر بوابات الفساد. تعالوا نسفلت الشوارع، ففي غياب ضمير، وهتلاقوا الرقابة الإدارية دايما بتكشف قضايا من هذا النوع كتير، أنه يتم تخصيص قضايا أموال تخصص للإسفلت. شايفين بيطلعوا إزاي؟ يعني هنا كأنك يعني سكينة في الجاتو، يعني مفيش إسفلت خالص، ما هوش متماسك مع الارض، وكل دي فلوس ضاعت. ده لو هو سابه من نفسه بعد شويه كان خلاص هيلاقيه انه بقى اصبح زي التراب بالظبط. يعني دي المشهد هنشوف معايا على الاستاذ محمد عماره عضو مجلس النواب. استاذ محمد اهلا بيك. اهلا وسهلا يا فندم، مساء الخير. انا شايف المشهد اهو، شايفك في المشهد، شيء مؤسف الحقيقه. الفلوس دي بتضيع ازاي كده في الاسفلت؟ والله انا مش عارف ابتدي منين بصراحه. طبعا ده اهدار مال عام 2 مليون 750 جنيه. المخصص للطريق ده 2 مليون 750 جنيه، يعني 3 مليون الا ربع. بالظبط يا فندم. يوم 24 5 تمام؟ تم التواصل مع معالي المحافظ البحيره والوقوف على المخالفات. وجه سياده المهندس حازم الاشمون سكرتير عام محافظه البحيره وامر بوقف الشغل، وامر ان الجليدر يجي ويمسح السن ويحط طبقه بوتامين ويستأنف العمل يوم الاحد. هو مشي، هو مشي بعد العصر، بعد العصر بخمس دقائق كان الرص الانتاجي خلص الطريق كله لغايه المغرب. توجهنا تاني بشكوى لمعالي وزير التنميه المحليه يوم 27، وجاء مشكورا في حمله مكبره مفاجئه سياده اللواء ماهر ابو هاشم وزير التنميه المحليه ورئيس الرقابه والتفتيش بالوزاره، بحمله مكبره ب 15 فرد وجوم على ارض على المكان بالضبط وعينهم المكان وشالهم الاسفلت بايديهم وكسروا الاسفلت بايديهم. وفي تقرير النهارده بيعاد على مكتب وزير التنميه المحليه. النهارده 29 مشكورا سياده العميد علاء عطله رئيس هيئه الرقابه الاداريه في دمنهور، توجه بلجنه خاصه، لجنه محايده من اسكندريه ومن القاهره ومن دمنهور، ونزل على ارض الواقع وبالفعل كسرنا الاسفلت برضه للمره الثالثه بعد مرور 9 ايام، ورفع وخد عينه من التربه وخد عينه من السن وجاب لجنه متخصصه معها ديسك متخصص كان بيقطع عينات في الاسفلت. لقينا الاسفلت سمكته 3 سم، وفي اسفلت معلش ماده البوتامين تمام، وفي اسفلت مش عاوز ينشف. انا قصتي مش موضوع السماكه او عرض الطريق او طول الطريق. الاسفلت اللي بتشال ازاي بالايد ده؟ بتشال ازاي الاسفلت اللي عامل زي العجوه وزي البسبوسه؟ بيتشال ازاي؟ نفسي افهم. والله انت قلت تعبير، انا لسه كنت بقول سكينه في الجاتو، فانت قلت هو عامل زي البسبوسه بالظبط. وده اسفلت يجب ان يكون يعني متماسك وقوي وصلب في الطريق.
انا شايفك بتطلعه اهو بالظبط زي ما تكون بتقطع قطعه بسبوسه فعلا. تمام يا فندم. ده الفيديو ده يا فندم في وجود الرقابه الاداريه، في وجود لجنه مشكله من هيئه الرقابه الاداريه. يعني ده الفيديو في وجود لجنه الرقابه الاداريه. الرقابه الاداريه النهارده. وده اهم جهاز لمحاربه الفساد يعني. لان هو ده الجهاز الوحيد اللي املنا فيه. فساد المحليات انتشر وتفشى واملنا الوحيد في الرقابه الاداريه. انا شايف فيديو في الاول كده الطبقه اللي بيعملوها فوق التراب ده، هو ينفع حد يعمل كده اللي احنا شفناه؟ نجيب المشهد اهو ده. السفلته فوق التراب كده ده يا فندم احنا حضرتك عندك ارقام ناس. تمام. لحضرتك لو عملت اي مداخله على اي حد من الاهالي، احنا في بلد فلاحين والطريق ده معمول في وسط سويقه، يوم ما عملوا الطريق وحطوا مستن كان في بعض الفاكهه وبعض الفضلات الفاكهه متناثره على الطريق، حطوا عليه طبقه بيتامين خفيفه مختلطه بالجاز وتركوها 15 يوم. بعد 15 يوم جم حطوا طبقه السن. شيء طبيعي ان لازم هيفضل ماده عازله ما بين السن وما بين الاسفلت. طيب اللجنه لسه ما عملتش تقريرها النهائي طبعا. لا اللجنه لسه لم تعد تقريرها النهائي، ولكن الشكل العام مش محتاج تقرير. مش محتاج يعني اسفلت ايه اللي يطلع بالايد بهذا الشكل؟ امال عجل العربيات يعمل فيه ايه؟ والله يا فندم احنا عندنا في بعض الاماكن الاسفلت شقق، وفي بعض الاماكن الاسفلت حصل فيه هبوط. طبعا هو ما نقولش الطريق كله عشان نكون احنا ناصفين في الكلام. ديت في انا عندي ثلاث طرق في قريه الوفائيه. بس انت بتقول ده اللي مخصص له 3 مليون الا ربع. 2 مليون 750. في طرق ثانيه اتعملت السنه اللي فاتت ما كملش عليها سنه وحصل فيها هبوط حاد. حصل فيها هبوط لدرجه انه وصل عن مستوى سطح الارض 20 سم. بشكرك يا سيد النائب الف شكر. النهارده كمان بمناسبه الحديث عن الفساد ندخل في القضيه بقى الكبيره. النهارده الرقابه الاداريه وزي ما بقول لكم هي اهم جهاز لمحاربه الفساد في مصر، هي صائد الفاسدين يعني.